تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج المرأة عندما تغيب لغة الحوار. الطلاق العاطفي يصبح الظاهرة الأكثر شيوعا بين الأزواج، حيث تتواصل العلاقة تحت سقف واحد لسبب ما، قد يكون الأطفال أو الحفاظ على الشكل الاجتماعي أمام العائلة أو لتجنب معارك ما بعد الطلاق التي تغيب فيها أحيانا كل الأسس الإنسانية والأخلاقية. كيف يؤثر الانفصال العاطفي على الصغار، وكيف يفقدهم الود في التعامل مع الآخرين ويؤدي بهم للحدة والقسوة ورفض التواصل؟ وهل فعلا الطلاق العاطفي والجسدي بين الزوجين تجنبا للطلاق لا يحمي الأسرة من الانهيار؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفاتنا، فأهلا وسهلا بالجميع. انضمت إلينا من فاس بالمملكة المغربية مديرة مركز نجمة لمناهضة العنف ضد المرأة الأستاذة حليمة أزومي، ومن لندن معنا الداعية والناشطة المجتمعية الأستاذة لانا الصميدعي، ومن الجزائر معنا المستشارة التربوية والأستاذة الجامعية الدكتورة سونيا وافق. أهلا وسهلا بضيفاتي جميعا، وأبدأ مع الدكتورة لانا الصميدعي. شرفتينا، أهلا وسهلا سيدتي الكريمة، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا ومساء السعد للجميع. حبيبتي، يعني نتحدث عن هذا الموضوع الشائك، وأريد هنا أن يعني أعطي يعني رسالة ربما تكون لضيفاتي وأيضا لمن يتابعنا اليوم، أهمية الحديث عن هكذا مواضيع هي ليس لخلق الفتنة بين الأزواج بقدر ما هو البحث عن حلول، لأنه الهدف من برامجنا هو إيجاد حلول ومعالجة الأمور العالقة التي قد تؤدي إن تعمقت إلى الكثير من التداعيات، منها تدمير الأسرة والتفكك الاجتماعي. وسؤالي لك سيدتي الكريمة، ما هو الانفصال العاطفي والجسدي كما يسمى بين الزوجين، وكيف يمكن تجاوزه؟ تفضلي. قد يستغرب البعض من هذا المسمى، وكنت قبل قليل بحديث عندما تفضلتم يعني بالتواصل معي حول الموضوع، فقلت لها سأتكلم عن الطلاق العاطفي، فقالت ماذا الطلاق العاطفي؟ قلت لها نعم، والطلاق العاطفي إذا أردنا تعريفه بشكل موجز جدا هو وجود زوجين تحت سقف واحد ولكنهما منفصلين ومطلقين وجدانيا تماما، ويجتمعان مثل ما تفضلت في بداية البرنامج لأجل سبب معين أو لتجنب وصول القضية إلى المحاكم وإلى الطلاق الحقيقي إن أردنا أن نسميه. هم زوجين، ربما يعني قد نستغرب يعني إذا قلت، وهذا أتكلم من واقع الاستشارات والإصلاح الأسري الذي أقوم به، قد تكون بدأت علاقتهما بعلاقة حب وبعلاقة وعد على إكمال الطريق، قد تكون كانت أيضا عن طريق زواج تقليدي جدا دفع له أحد الطرفين لرضا الوالدين، قد يكون وقد يكون، لأننا الحقيقة نعيش الآن في زمن جدا صعب، لم يعد هناك أي معيار يعني نجده لنقول أن هذه الحياة سوف تستمر ولن تكون هناك تصدعات. يتفاجأ بعد فترة من بداية الزواج ويعني العقد والوعد على إكمال هذا الدرب أن هناك بون شاسع وكبير بين هذين الزوجين، الذي يفترض أنهما اجتمعا بتوافق، يعني هذا ما نفترضه فكري وديني وعلمي واجتماعي كذلك، ليكملان هذه المسيرة لينشئان تلك المظلة الجميلة التي تسمى الأسرة الواحدة. فإذ بنا نجد أن هذه العلاقة تخلو من المودة، من الرحمة، من التفاهم، من التفاعل، من الكلام، من الحديث، هي خاوية، ومجرد هم يبقون على هذه العلاقة لأجل أن يمكن إنقاذه. أنا أعتقد أن هذه الحالة أصعب بكثير من الطلاق الحقيقي، والذي نؤكد هنا من هذا المنبر أننا لا نشجع عليه ولا نحث عليه، ونشير دائما إلى الإصلاح وإلى التهدئة وإلى الاستشارة قبل أن نصل إلى تلك المرحلة المأساوية الأخيرة.
اسمحي لي سيدتي أنتقل إلى المغرب، إلى مدينة فاس. معي من هناك الأستاذة حليمة أزومي لأول مرة على قناة المغربية. تحياتنا لك ونتشرف بوجودك معنا اليوم. شكرا لك السيدة وجدان، وأهلا بكل ضيفات هذا البرنامج، وشكرا على استضافتي لتناول موضوع مهم جدا، ألا وهو الطلاق العاطفي، الذي هو يعني شيء مستجد على المجتمع المغربي او المجتمع العربي الاسلامي بشكل عام. طبعا ربما هو يدخل في المجهودات الحديثه التي يسعى اليها البعض، يعني لحمايه الاسر من الدمار، وانا اعتبره شخصيا هو كفرصه ثانيه تعطى للمراه او للزوجين معا من اجل اعاده او اعاده اواصر المحبه، وكذلك العودة إلى الزواج الطبيعي. طبعا عندما نتكلم على مرحلة ما قبل الطلاق كما تعرف، وخصوصا من منطلق العمل ديالنا داخل مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف هنا بالمغرب، طبعا يعني قرار الطلاق بحد ذاته هو قرار صعب جدا، وطبعا تصديقه يعني محطة تفكير، محطة يعني أخذ القرار ديال الطلاق. ربما هذه المحطة قد نسميها الطلاق العاطفي، وهو يحدث يعني لشأنه، يعني دون أن نفكر فيه في المجتمع الإسلامي العربي، يعني كتكون هناك واحد فترة ديال قطع العلاقة الوجدانية أو العاطفية بين الزوجين إلى حين أن يتم قرار الطلاق النهائي والقطعي. ونحن كعربيات مسلمات طبعا لا أحدد هذا الحل. ربما هناك يعني البديل الذي أراه مناسبا هو يعني الوساطة الأسرية ودور تفعيل دور الأسرة في يعني فض هذا النزاع الزوجي، وكذلك في يعني وضع حد لهذه الأزمة داخل بيت الزوجية. يعني هل تعتقدين بأنه الوساطة الأسرية قد تساعد فعلا في حل هذه الأزمة أم تعمقها؟ ابدا استاذتي، بالعكس هناك علاج كثيره جدا هنا، خصوصا في المركز الذي اتشرف بادارته، وان الوساطه الاسريه اعطت نتائج مهمه جدا في عوده الازواج الى بعضهم، وكذلك في حمايه الاطفال من يعني من التشرذم ومن التشتت. وطبعا نحن الوساطه لها اليات ولها ادبيات واخلاقيات، الوساطه الاسريه هي علم جديد يعني ديال فض النزاعات بين الزوجين، اذا لا اظن بانها سوف تعمق. طب ربما تقصدين استاذتي الوساطه الاسريه داخل الاسر، خصوصا اذا كانت من بين مسببات الطلاق هي النزاعات الاسريه في حد ذاتها او العائلات الزوجين. نعم، اسمحي لي سيدتي سأعود لك. أذهب للأستاذة دكتورة سونيا وافق. أهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا دكتورة سونيا. هل فعلا الانفصال العاطفي بين الزوجين يعني يراه بعض الأزواج ممكن أن يجنبهم الطلاق وتعقيدات الطلاق، وبالتالي يحمي الأسرة من الانهيار؟ وأيهما تعتقدين الأنسب؟ هل العيش في بيت واحد وهم على خلاف، وهناك يعني إن صح التعبير انفصال جسدي وعاطفي بين الزوجين، أم الأفضل الانفصال بشكل واضح؟ أي الخيارين تعتقدين أنه أفضل؟ وهل عدم الطلاق والانفصال والبقاء في نفس المنزل يؤدي إلى الانهيار أم لا من وجهة نظرك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنتم في هذا المجال غير كثيرا، طبعا في غيره وهو كثير. طبعا للأسف يفترض أنه يعني
هذا انا اجده اعتبره من بدع السنوات هذه الاخيره في بهذا المصطلح تحديدا، الطلاق العاطفي، ولا يعني كل واحد بيسميه، لانه الزواج على سنة العرسول في الحق ما فيش هذا الشيء، ما فيش شيء اسمه طلاق عاطفي، ما فيش شيء اسمه انفصال، لانه من غايات الزواج، من مقاصده هذا السكن، المودة والرحمة، هذا الإحصان، هذا الحب، هذا التلاحم، هذا يعني هو أسمى العلاقات في الحق، هي علاقة هذا الزواج. فيفترض أنه في جميع الأحوال فيه مشاكل أكيد في الحياة الزوجية، هذه حالة ظاهرة صحية تعتبر، لكن ظاهرة صحية الأكثر منها هي أن يكون هناك حلول، وحلول إيجابية يعني. وأنا أرى أنه هذا ما يسمى بالطلاق العاطفي، هذا أنه ليس بحل إيجابي، بالعكس هو حل سلبي لكل أفراد الأسرة، مش فقط على الزوجين. ولأجل ذلك احنا عندنا في الإسلام إما وإما، عندنا إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ما فيش وسط، ما فيش بين بين. دكتورة سانية، هذا كلام مهم، ولكن عندما تبحثين عن الأسباب، يعني لماذا فعلا يتجنبون الحديث عن مسألة الطلاق والانفصال، ترين أن الأمور معقدة داخل الأسرة، قد يكون بسبب الأطفال، يعني بعضهم في سن، يعني من الصعب أن يعتمدوا على أنفسهم في سن صغيرة، أو قد يكون لأسباب مادية، ربما هناك بعض الأمور إن كان هناك طلاق يعني في المحاكم يأخذ سنوات، وبالتالي يجعل الأسرة أو الزوجين يعني هذا يكلفهم كثيرا، إن كانت من الناحية المادية أو حتى الإنسانية والاجتماعية. فعلا وجدان، لكن أركز هنا على قضية أساسية، وهي أن الحل يكون السبب مهما يكون المشكل، بالأكثر الحل إيجابي. أما أنه يلزم الإنسان ولا يحصل هذا للزوجين طلب الانفصال، هذا المرفوض، هذه الظاهرة لابد أن نرفضها، يعني لا نقبلها ثم نبحث في الأسباب، لا، في تدخلات، في كما ذكر زميلتي من المغرب، في الوساطة الأسرية، في الوساطات المستشارة مثلا الاجتماعية والأسرية، في يعني جلسات صلح، جلسات ممكن حتى عن بعد، مش عارف، فيه أكثر من حل. لكن أن يكون هناك طلاق عاطفي، هذا التباعد، لأنه هذا مخل أساسا بأساسيات الزواج، اللي هو الإحصان. يعني أنا أعددت يعني ممكن أكثر من أفراد، وين الإحصان؟ ماذا تفعل الزوجة وهي مطلقة عاطفيا؟ ماذا تفعل؟ ماذا يفعل الزوج وهو في حال طلاق عاطفي؟ أين سيصرف كل واحد منهما هذه ممكن هذه الرغبة، هذه الشهوة، هذا الميل، هذا أين يذهب هذا؟ سيذهب في طرق أخرى، إما بالحلال وإما بالحرام. طبعا السبل الآن لكل هذه التفريغات وهذه الأنواع من التفريغات هي موجودة وميسرة، وكلها تقريبا أو جلها هو بالحرام. فأنا أقول أنه هذا التباعد هو له أثر أكيد، هو مضر، مش فقط بالصحة النفسية، بالصحة العضوية، حتى على الأسرة، على العلاقة في ذاتها، مخل بالأسس التي قام عليها هذا الميثاق الغالي، اللي هو المودة والرحمة والإحصان والحقوق والواجبات، مضر كذلك على هؤلاء الأطفال، لأنهم أكيد بشكل أو بآخر يحسون بهذا الانفصال، هذا التباعد بين والديهم. يعني إحنا نعتقد أن هذا يعني بالعكس هو يعيش هذا الإحساس، يصله من خلال المعاملة، من خلال ذلك البرود، من خلال ما عندوش حتى مظاهر تاع، يعني ما فيش تقارب، حتى يمثلوا عليه أنهم ممكن متحابين، لكنه يعلم جيدا ويوقن أن هناك خللا، أن هناك انفصالا، أن هناك تباعدا، أن هناك برودا في هذه العلاقة. يعني ما يكفيش الواحد يقول خلاص أنا عندي طلاق عاطفي، راني أمام الجميع، يعني بخير ولا مظهر، أمام الجميع رانا عاديين كزوجين، لكن لما ندخل الغرفة كل واحد في حد، وكل واحد يعطي ممكن ظهره الآخر. هي أستاذة سونيا، إذا دخلوا غرفة واحدة، في ناس هلا كل واحد يجلس في غرفة في بيت. على كل حال اسمحي لي أنتقل للأستاذة لنا. أستاذة لنا، يمكن من أكثر المتضررين من هذا الانفصال العاطفي داخل المنزل هم الأطفال، الأبناء، بحيث عندما يخرجون إلى خارج المنزل ويرون علاقات الناس ربما الطبيعية مع بعضها، يشعرون بشيء غريب، لأنه لم يعتادوا أن يكون هناك حميمية في التعامل وإنسانية واحترام بين الأب والأم، يعني في نوع من الجفاف
قد يؤثر بشكل كبير على الأولاد، بحيث عندما يكبرون يكونون أكثر قسوة في التعامل مع الآخر. رأيك بذلك؟ للأسف أنا مررت بالكثير من العوائل في قضايا الاستشارات والإصلاح الأسري. الأولاد لم يروا في يوم من الأيام أن الأم تقبل الأب والأب يقبل الأم. أتكلم عن القبلة العادية التي تكون بعد العودة من العمل والسلام عليه، والحضن كذلك الذي يجب أن يكون، أقول هنا وأؤكد أمام الكل، يجب أن يكون أمام الأولاد بجميع أعمارهم صغارهم وكبارهم. كيف لي أن أنشئ فتاة سعيدة ومهيئة للزواج وكذلك ابن قادر على إعطاء الحب والحب الحلال الذي يجب أن يعطيه زوجته، وهو لم يشاهد في يوم من الأيام أن أبيه يقبل أمه أو أن أمه تقبل أبيه، وذلك بدعوى ما نسميه الحياء، الحياء المذموم طبعا، لأنه ليس له علاقة نهائيا بالحياء، إظهار المودة والرحمة والمحبة والحب الحقيقي. نحن مأمورون أن لا نأخذ الحب بالحرام، ولكن للأسف حتى بالحلال أصبح هناك مفاهيم خاطئة وبائسة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية على السواء. من خلال ما تفضلت به الأستاذة سونيا، يعني أريد أن أقول لها وللجميع أن موضوع الطلاق العاطفي هو موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصطلح هذا ليس هو جديد وليس بدعي وليس هو يعني عبارة عن، نتكلم هنا عن أمر يريد كما وصفته أن يفعله الإنسان أو أنه يفعل، هي حالة اجتماعية نفسية عقلية يمر بها كلا الطرفين ربما من الليلة الأولى بعد الزواج. وكما تكلمنا أن المؤلم هنا أن حتى من يعني أو ما تسمى بحالات الحب ما قبل الزواج أصبحت تعاني من ذلك الأمر. مرجعنا هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك القصة التي نعرف جميع يعني تفاصيلها، والتي لن أذكر التفاصيل هنا، ولكن سآتي على العنوان على السريع. حينما أتت تلك الصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنها لا ترغب بالإكمال مع ذلك الزوج، ومن هنا ظهر موضوع الخلع في الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لذلك الزوج أن يخسر كل ما بذله من وقت وجهد ومال وحب ربما تجاه هذه الإنسانة، فقال لها ردي عليه حديقته. مختصر ردي عليه حديقته، ليس ظلما للمرأة ولا ظلما للرجل أن يبقوا تحت سقف واحد. نعم، تلك المسميات الإيجابية الجميلة بالمودة والرحمة والتفاهم، ولكن السؤال ماذا إذا هذا الأمر لم يحصل؟ عندي حالة قبل فترة مرت علي 20 سنة زواج، والأحد الطرفين لن أسمي من هو، من ليلة الزواج حينما نظرت إلى الصور، صور بائسة لا تعبر أبدا عن حالة توافق أو انسجام، إلا أن أحد الطرفين ولن أذكر من هو كان فقط يريد أن يهرب من واقع مجتمعي بائس كان يمر به إلى سمى الزواج. وحينما أصبحت أو حصلت قضية الزواج، فوجئ يعني ذلك الطرف أن الطرف الآخر لا يصلح لا فكريا ولا نفسيا ولا مجتمعيا، ولكن قاوم الطرف الآخر، حاول، أراد الكثير من المشكلات حصلت، كانت هناك طلقة فيما بينهما سابقة، كان هناك ابتزاز واعتداء نفسي وجسدي، وانتهى بطلاق مر وبائس لم نشأ أن يكون. ولكن هي القضية ليست هي قضية مفصلة، يعني خاصة في هذا الوقت الصعب الذي نعيش فيه والذي يفتقد إلى الثقافة الزوجية، ولكن هي مشاعر، مشاعر الشخص هذا لا يجد نفسه مع هذا الشخص. طيب، هل أنسحب؟ هل أبقى؟ هل أستمر؟ فأي الحلول يختارها الشخص؟ وماذا لو كان هناك أولاد، وربما قد يكون ليس ولد أو ولدين، ربما عدد من الأولاد سيخرجون إلى المجتمع، الوالدين لا يريدان مزيد من التشتت والتفكك، فيحكمان على موت هذه العلاقة في مقابل أن يبقوا الأولاد تحت سقف واحد، عسى ولعل أن يعني يردأ ذلك الصدع بشيء من الأمور التي يحاول الزوجين إخفاء ما داخلهما، ولا يستطيعون إخفائها حقيقة. اسمحي لي أستاذة لانا أذهب إلى الأستاذة حليمة. طولنا عليك يا أستاذة حليمة، أعرف عندك التزامات، ولكن سؤالي لك خاصة أنك يعني لديكم مركز النجمة لمناهضة العنف ضد المرأة، لماذا المرأة
يعني تتعرض للعنف النفسي والجسدي ومع ذلك تبقى حبيسة هذا الظلم وهذه المعلومات تحت سقف واحد مع الزوج المعنف من أجل الأولاد. نعم، وبكل أسف هذا ما تعيشه الأكثرية من النساء، تعيش تحت وطأة العنف والظلم والمهانة، ولكن تبقى يعني راضخة للزوج من أجل أطفالها أو من أجل حماية شكلها الاجتماعي. هذه الأشياء هي طبعا ربما كنت تفضلي أتكلم عن البرود العاطفي، عن الطلاق العاطفي، في يعني أنه ظاهرة موجودة كما قالت أستاذة الفاضلة من قبلي، أنها موجودة ولكن مسكوت عنها، نعيشها ولكن لا نعلنها، لأن ربما معظم الزوجات يعني تفضلن أن تبقى داخل بيت الزوجية ترعى أطفالها وكذلك زوجها ولم لا، ولكن العلاقة الزوجية الطبيعية والتي يجب أن يعني أن يؤطرها يعني المودة والمحبة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، إلا أننا نفضل أن نبقى من أجل الأطفال أو من أجل حتى لا ننعت بالمطلقات، وهذا طبعا نرده إلى يعني الذهنيات وكذلك يعني الترسبات المجتمعية التي. واسمحي لي هنا أستاذة حليمة، لأنه فعلا في مجتمعاتنا النظر إلى المطلقة فيه مشكلة كبيرة جدا، يعني تتعرض ربما إلى مضايقات ودائما تلام أنها مطلقة وأنها قد تكون السبب أن زوجها طلقها، لأنه أكيد هي إنسانة يعني عملت مشاكل. دائما يضعون الحق على المرأة المطلقة، لذلك تفضل البقاء رغم كل المعاناة. سادتي كما نعرف أن الطلاق عندما يتم الزواج أو الطلاق فهو قطع العلاقة بين الشريكين، بين الزوجين. نعم. يعني المسؤولية هي مشتركة بين الزوج والزوجة، ولكن بكل أسف المجتمع العربي لا زال يحمل يعني تكلفة الطلاق للزوجة فقط طبعا. صحيح. وهذا إلى النظرة الدونية وكذلك الانتقاصية للمرأة داخل المجتمعات العربية التي لا نزال يعني نقاومها ونعمل من أجل مناهضتها، ولكن بالأسف لا زالت مستمرة داخل مجتمعاتنا. كما أود أن أذكر يعني في هذا اللقاء المهم، هو أن مسألة لا سيبوراسيون دو كور يعني في بلدان أوروبا أمريكا لا يمكننا أن نسقطه في البلاد العربية أو المسلمة، لأن طبعا لا نعيش نفس يعني الطقوس داخل البيوت الزوجية. فطبعا المرأة العربية المسلمة لها طقوس وكذلك لها تقاليد يعني تؤطرها، ولكن المرأة الأوروبية طبعا لها استقلال مادي يعني تقريبا بنسبة عالية، في حين المرأة العربية المسلمة لا زالت يعني تعيش التبعية الاقتصادية للزوج. كذلك هناك الوعي المجتمع الأوروبي يعني أن المرأة المطلقة هو خيار للزوجة أم كما هو للزوج، ولكن في البلد العربي المسلم لا زلنا يعني نشير إلى المرأة المطلقة بوصمة العار أو بوصمة الفشل، خصوصا الفشل ونحملها كذلك يعني فشل الأبناء وفشل البيت الزوجية ككل. إذا هذا يعني التباين بين المجتمعات لا يمكننا أن ننسخ يعني الحلول البديلة للطلاق، في حين أن كما قالت أستاذتي يعني مشكورة، هو أن الإسلام قد يعني أثر الزواج ويعني جعل هناك حلول عديدة، ألا وهي يعني الوعي ديال الزوجين، كل الزوجين بمسؤولياتهما وكذلك بالمسؤولية ديالهم أمام الأطفال ديالهم وأمام البيت الزوجية ككل. نعم أستاذة حليمة، قبل يعني أن أتركك وأنتقل إلى ضيفاتي، يعني سؤالي عن ماذا تقولين للزوجين اللي الآن يعني في بيناتهم نوع من يعني
الجفاف في العلاقة إن صح التعبير، أو هناك انفصال بينهما لكن يجلسان في بيت واحد لأسباب عديدة لا يمكن حصرها، يعني ماذا تنصحيهم؟ خاصة أنه في كثير من التجارب اللي بنسمعها يعني ترفض تدخل أي أحد لحل هذه الإشكالية، ماذا تقولين لهم؟ بكل أسف، وكما سبق من إحدى المتدخلات أن ربما هذا الجفاء أو الجفاف العاطفي الذي أصبح تعيشه يعني يعيشه الزوجين هو يعني مرتبط بالسياقات الاقتصادية وكذلك المتغيرات المجتمعية التي أصبحنا نعيشها، وطبعا هذا لديه انعكاس كبير لا على الأطفال ولا على كذلك المستوى العلاقات بين الزوجين. في رأيي أن ربما أن المجتمع العربي المسلم هو مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى يعني النظر إلى تصحيح العلاقة الوجدانية كما قالت أستاذتي الفاضلة من قبلي، لأن ربما نحن نفهم الإسلام بشكل خاطئ ونفهم كذلك الحب بشكل خاطئ، وهنا يكون الخلل، لان ربما الاطفال ديالنا لم يتعودوا على ان يروا الابوين ديالهم يعني في جلسه يعني عاديه جدا يقبلان بعضهما او يتصافحان، يعني هناك تربيه يعني يجب اعاده النظر اليها، وكذلك يعني تكريس روح الاحترام بين الازواج وكذلك احترام النطاق الغليظ الذي بينهما، لان ربما ان اصبحت العلاقه الزوجيه هي علاقه يعني تجاريه فقط، الزوج يبحث عن شريكه لكي تساعده في الحياه اليوميه، والزوجه تبحث عن معيل لها اللي هي يساعدها لكي يعني تكمل حياتها، في حين ان الزواج هو اكبر بكثير من هذا، هو ميثاق غليظ وهو شراكه روحيه يجب احترامها ويجب العمل على انجاحها. نعم، جزيل الشكر لك يا استاذة حليمة أزومي مديرة مركز النجمة لمناهضة العنف ضد المرأة، كنت معنا من فاس اكيد للحديث بقية، وتشرفنا بالحديث معك. انتقل للدكتورة سونيا سيدتي الكريمة، يعني عندما نتحدث عن تفاصيل تحدث داخل البيوت مع الأسف الشديد، ونحن نعرف انه الطرفين يعني ان كان الزوج او الزوجة يعانين بصمت يعني بيوت خاوية من المشاعر، هناك صمت مطبق، هناك انعدام مودة ورحمة، انعدام حتى الحديث والمشاركة فيما بينهما، يعني كل هذه الأمور يعني تؤثر بشكل أو بآخر على الحياة الزوجية الصحية وكذلك على مشاعر الأبناء. يعني هناك من يقول إنه هذه السلوكات قد تورث، الفراغ العاطفي يورث للأبناء بشكل أو بآخر، في النهاية كما يقال تحصيل حاصل، انفصام العلاقة بين الأبوين يؤثر بشكل سلبي على الأبناء وكذلك على مستقبلهم. طبعا أستدرك أولا على أختي لنا، بالنسبة للحالات المختلفة ما كاينش فيه من العاطفي ولا الانسحاب، يعني نفسها ما يعني في الجسد مهرعات لأن فكان ما يستمد. أستاذة سونيا كأنه الصوت في وشوشة، أنا لا أسمعك بوضوح، يعني أتمنى على الزملاء أن يحلوا هذا الخلل. أذهب إلى الأستاذة لانا ثم أعود لك. أستاذة لانا، نعم أسمع. نعم يبدو أنه في إشكالية، ما كنا نسمعها بوضوح. نعم أتمنى أن تحل هذه الإشكالية وأعود لها. نتحدث عن بعض يعني طرق التعامل بين الزوج والزوجة، هل بالفعل بالإمكان علاج هذه الإشكالية أم خلص بالفعل يعني ما يحدث من انقطاع في التواصل بين الزوج والزوجة قد هل دائما يؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق، أم هل بالإمكان إصلاح هذا الخلل، أم كما يقال ما يكسر من الصعب إصلاحه؟ كنت قد أعددت كبسولة موجودة قناتي على اليوتيوب بعنوان ليتني أعزب.
نعم وهذه الكلمة التي أصبحت الآن كثيرا ما نسمعها، ليتني أعزب، ليتني لم أتزوج أصلا ولم أدخل في هذه الدوامة. ولكن الحل دائما هو مواجهة الواقع والجلوس والمصارحة، وهذا يعني من أجمل الأمور التي يجب أن تكون بين الزوجين، لا أن يدفن كليهما رأسيهما تحت التراب وأن يعتبر أنه يقدم الأفضل. أنت دائما معرض للنقد، أنت دائما يجب أن تنظر أن ما تقدمه قد يكون غير كافي أو يحتاج إلى إصلاح، كأي بناء، كأي غرفة، كأي مسكن، يعني نحتاج إلى صيانة بين حين وآخر للأرضيات، للأسقف، للجدران. فما بالنا ننظر إلى العلاقة الزوجية أنها تكتفي بما تكتفي به ولسنا بحاجة إلى إصلاح أو إلى ترميم. كل علاقة سواء صداقة أو جيران أو أزواج وهي أرقى وأسمى علاقة، وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، ولم يصف أي علاقة أخرى بين أي اثنين إلا بالزواج أنه وصفه ميثاقا غليظا. فأعتقد تستحق هذه العلاقة الجميلة الراقية شيء من الجلوس والمصارحة بين حين وآخر، ويعني بأجواء هادئة غير متوترة، لا داعي للانفعال، لا داعي للإقحام أشخاص آخرين حتى وإن كانوا من الأسرة أو من العائلة يتدخلوا، لننظر فعلا أنت راض عني؟ هل أنا راضية عنك؟ هل فعلا حققنا الاكتفاء الذاتي من هذه العلاقة؟ لا نحجم العلاقة فقط بالناحية الجنسية أو الناحية المالية أو الناحية فلنقل العاطفية، هي كل متكامل، هي حقيبة كاملة يحملها الزوج ليكمل هذه الحياة الجميلة مع بعضهما البعض. ولا بد، نحن بشر، نحن لسنا ملائكة، معرضين للخطأ، معرضين للصواب، معرضين إلى فترة من البرود ربما العاطفي والنفسي، ولكن الأهم من ذلك كله ألا تستمر هذه الحالة وألا تطول. وحينما نجد أن هناك شيء بالنفس أن نحدث الطرف الشريك الآخر بما نشعر به حتى لا تؤول الأمور إلى يعني ما هو أسوأ من ذلك. على المقابل وأن يعترف أن هناك خلل وأن لا يجيب بالجواب البائس الذي أسمعه غالبا في قضايا الاستشارات الأسرية، أنني تربيت وتعودت على كذا. نعم، ولكن أستاذة لانا عذرا عن المقاطعة، يعني هنا أيضا لابد من البحث عن جذور المشكلة، يعني ما الهدف من الزواج لدى كل طرف؟ وهذه بحد ذاتها هي الإشكالية الكبيرة، لأنه هدفي من الزواج قد يختلف عن هدف سيدة أخرى أو زوج مثلا أو رجل آخر، وبالتالي هنا تكون المشكلة. لذلك ذكرت نقطة في غاية الأهمية، المصارحة منذ البداية وعدم الخجل من الخوض في هكذا مواضيع، لأنها على أساسها تبنى العلاقات المتينة، أليس كذلك؟ بالضبط، ولذلك أغلب مشاكلنا من كلمة أنا استحيت. أيوة نعم، وأنا نعم. خجلت. طيب أين أنت فترة الخطوبة، فترة العقد، فترة الزواج؟ كل الاتفاقات التي يجب أن يكون والكلام والمصارحة وإبداء الآراء ويعني المشاركة كلها تدخل تحت بند استحياء، ويكون هناك كلام حقيقة تافه غير مسؤول لا نحتاج له، كلام عن الصديقات، كلام عن الألوان، كلام عن الأطعمة، كلام عن أمور ليست بالأهمية في فترة الخطوبة وفترة العقد حتى نواجه الواقع، لأننا نخاف أننا نصرح عن فكرة أو رغبة أو طموح معين فقد نقابل بالرفض، وبالتالي المشروع فشل وذهب. والله أنا برأيي خاصة أستاذة لانا أن نسبة العنوسة مرتفعة. أنا شخصيا مع احترامي لجميع الآراء من الرجال والنساء، برأيي أن يفشل المشروع في بداياته، أو بمعنى أن يذهب القطار أو أن أنزل في أول محطة من القطار، خير أن أنني أكمل بقطار قد يصطدم ويتحطم في مرحلة معينة ويذهب كل شيء هباء منثورا. فعلا بالعكس، يعني من حق المقابل أن يعبر عن طموحه وعن رغباته وعن ربما قد نقول شروط، يعني لا نريد أن نجسم الكلمة ونجعل أن هناك كأنه تشرطات من البداية، فلنقول رغبات، فلنقول أفكار عصف ذهني بينهما. الله تلاقينا الحمد لله، نكمل الطريق، ولا شك وأنا أقولها هنا وأؤكد عليها أنه ستكون متغيرات وستكون أمور ليست كما كانت في البداية،
وربما أمور تحصل ليست بيد أي أحد من الطرفين، أمور صحية، أمور نفسية. نعم أستاذة لانا، أهم شيء في ظل ما نعيشه الآن من أزمات، أهم شيء يكون هناك في تفاهم بينهما على الأقل سياسيا، يعني ما يختلفوش، لأنه أحيانا عندما يختلفوا سياسيا يعني بتصير مشكلة أيضا وطلاق، على سبيل المزاح والنكتة يعني. على صفحتي في الفيسبوك يعني خلافك معي على فلسطين يفسد للود قضية. نعم. وليس لا يفسد للود قضية، هناك أمور وثوابت في عقيدتنا وفي ديننا يجب أن يكون هناك اتفاق لا شك عليها مبدئيا. شكرا. اسمحي لسيدتي أنتقل للأستاذة دكتورة سونيا وافق. دكتورة سونيا، مع الأسف نسمع صوتك فقط لأنه هناك إشكالية في الصوت، أهلا بك من جديد. إذن كما ذكرت السيدة لنا، الاحترام، المصالحة، المصارحة منذ البداية، المشاركة بالأفكار، وكلها قد تؤدي لبداية حياة زوجية تبنى على أساس متين، وبالتالي تمضي قدما مهما تغيرت الظروف، و يعني هناك تحولات كثيرة تحدث في حياتنا، كبر السن، الإنجاب، الأطفال، التربية إلى ما هنالك، وبالتالي المصارحة مهمة جدا في بناء العلاقات الزوجية المتينة. رأيك ورسالتك إلى كل من يعانون من هذه الأزمة، من هذا الانفصال العاطفي داخل البيوت. أنا كنت أود أن أستدرك على زميلتي وأختي لنا في قضية المختلعة. قلت المختلعة وجدت حل لأنه كانت سريعا ولم تذهب إلى شيء اسمه هذا الطلاق العاطفي. كذلك الكثير من الحالات، يعني مش زمن النبوة ثم زمن يعني حتى الصحابة والخلفاء، وقد كانت الحلول إما بالرجوع للحالة العادية أو للأصل، وإما بالانفصال، مع أن ماذا نذهب للانفصال يعني الطلاق. نعم أستاذ. دكتورة سونيا، لا نذهب للانفصال يعني الطلاق، لكن أنا حابة نقول هنا شيء اللي هو لما يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن قضية التعدد: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. معلقة يعني لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، لا هي ذات زوج ولا هي بدون زوج. وقلت في مقام فرساتس أنه المعلقات أخطر عندي من المطلقات، لأنه المعلقة هي محسوبة على زوج المطلقة، طبعا المعلقة عفوا. وفي قضية أخرى هي لما كانت مسألة هذا الطلاق العاطفي، هو الأثر هو ما يكونش يعني بشكل مباشر على الأطفال، بالعكس هو يكون بشكل مباشر على الزوجين انفسهم. صحيح. يعني لما يكون فيه هذا العمبريشن الفراغ العاطفي، ما فيش احسان، تعرفي الامراض العضويه اللي هي ناتجه عن هذا ممكن العطش هذا العاطفي ولا الجنسي وما الى ذلك، سواء للزوج او للزوجه، على سواء. يعني احنا نلقاو تقريبا في الحالات هذه نلقاو كثير من النساء عندهم امراض مزمنه، عندهم امراض يعني عضويه كبيره، من بينها الاورام، من بينها الضغط، من بينها الصداع، من بينها امراض المعده والقولون، السكر، هذه كلها من كل هذه كنقول الاحتياجات التي لا تلبى، الاحتياجات الاساس يعني حميه هذه لابد منها الزواج، هذا الغرض والمقصد من الزواج. كذلك بالنسبه للزوج ممكن يكون عنده ممكن مشكله بروستات، ممكن عنده اضطراب عصبي، ممكن عنده عدم تركيز، هذا العكس اولا عليهم شخصيا، ثم من ورائهم راح يعتمد على الاطفال، ثم على المجتمع ككل. يعني هذا الرجل يكون في بيته ما عندوش هذا السكن، ما عندوش هذه السكينه، ما عندوش هذا الراحه النفسيه والعاطفيه والجنسيه، يخرج للمجتمع يعني في حاله انا عامل مشكلة تغير، ما يقدرش قد ينظر ولا يعجب في زميلته في العمل ولا في صديقه دراسه ولا في حتى ما في الطريق، وكذلك بالنسبه للمراه. يعني هذه الامور كلها احنا لابد ان نلتفت اليها. البدايه القضيه ماهيش قضيه أستاذة سونيا.
يبدو الصوت عاد للتشويش مرة أخرى، أكيد سوف أعود لك. أذهب لأستاذة لنا. أستاذة لنا، أتمنى من نكون تأخرنا عليك، يعني إن شاء الله ما لا نتأخر. الصوت غير واضح. غير واضح، نعم. إن شاء الله للزملاء بيحاولوا مع الدكتورة سونيا مرة أخرى. ويعني فعلا نتحدث عن هذا الطلاق العاطفي لأزواج وزوجات يعيشون في حالة اضطراب نفسي وجسدي. دكتورة سونيا ركزت على الحالة الصحية النفسية وأيضا الجسدية، وأنه كثير من الأمراض بالفعل تأتي نتيجة هذا الصراع، هذا المعاناة، الصراع بصمت بين الأزواج، وبالتالي يعني الأوضاع في البيت مكهربة، هناك في تعامل جاف، هناك عدم احترام، أيضا أسلوب التعامل يلعب دور كبير في يعني إحداث هذه المشكلات الصحية والنفسية. رأيك بذلك؟ يعني الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، لا يوجد شخص يعني حقيقة، ويجب أن نقرر هذا الأمر للجميع، سواء للمتزوجين أو إحنا الآن إن شاء الله بإذن الله بعد رمضان مقبلين على مواسم خطوبات وأعراس ومناسبات، فلعل من الجيد أننا طرحنا هذا الموضوع قبل حلول الشهر الفضيل، وقبل إن شاء الله بإذن الله مواسم السعد ومواسم الخير التي نرجو بإذن الله النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة لكل مخطوبين أو عاقدين أو متزوجين. ولكن الأمر أن هناك ثمة نقص عند كل شخص، يبقى هنا شطارة وذكاء وفراسة كل طرف كيف يكمل هذا النقص، وكيف يغطي، وكيف يعوض، يعني إن كان طبعا بين قوسين يريد فعلا حقيقة تعوير شريكه ونصفه الآخر فلنسمي ذلك. من القصص المؤلمة التي مرت علي في قضايا الاستشارات والإصلاح الأسري، حالة طبعا للأسف يعني طالبت بالطلاق وأرادت وبالهدوء والإحسان، ولكنه لم يقبل، وللأسف وصلنا إلى مرحلة الخلع. ولكن الكلمة التي بقى صداها في أذني إلى الآن، أنني بعد دراسة طبعا القضية وتدخل يعني مجلس الفتوى هنا إلى آخره والمشايخ الفضلاء، الكلمة التي قالتها، قالت: أنا عشت أكثر من 20 عام ولكنني لست محصنة، لست محصنة. وهذا عودا واستكمالا لما تفضلت به الأستاذة سونيا، أن فعلا هناك أسباب صحية أو نفسية أو ما إلى ذلك، ونحن نؤمن أن الإنسان ليس ملك لنفسه أو لصحته، فقد يتعرض منذ ليلة الزفاف قد يتعرض إلى أمور ومعوقات معينة، صحيح، قد لا يستطيع يعني إعاد الشريك بالطريقة المطلوبة. طيب هنا في حال وجود هذا الأمر، ما الذي يتوجب عليك؟ هل يجب عليك أن تستمر على ما أنت عليه، أو أنك تصاب بيعني الذبول واليأس، أم أنك تحاول أن تعالج وتحاول أن تتصارح مع نفسك وأن تجد حل؟ هذا صريح ما كتبته قبل أمس على صفحتي الشخصية فيسبوك، أن الرجل يذبل مع امرأة ويزهر مع أخرى، وكذلك نعم المرأة قرأتها، تذبل قرأت مع رجل وتزهر مع آخر، صحيح، وهي نفس المرأة أو هو قد يكون نفس الرجل، نعم، ولكن مجرد استبدال الشريك أو النصف الآخر يحول هذا الشخص إلى شخص آخر. نجد أن حتى البشرة والشكل والعيون والنفسية أصبحت بشكل آخر، لأننا استبدلنا فقط الشخص بشخص آخر. فلذلك وهذا كلامك سيدتي جميل، ولا ينقص يعني من الطرفين أي شيء، يعني قد يكون الرجل رجل جيد ومحترم، وكذلك المرأة أيضا. فعلا، ولذلك نحن عندما نعترف أننا بشر وأننا معرضين للنقص ومعرضين للخطأ، عندنا قابلية وآلية للاعتذار، للاستدراك، ليس هناك شيء اسمه أنا قد تأخرت أو فاتني الطريق، صحيح. ليس هناك يعني مثل ما يقال بالإنجليزي It's never too late. نعم. أي شيء قابل للتعديل وللإصلاح وللإرشاد وللاستعانة بذوي الحكمة وذوي الخبرة، الدخول إلى ورشات ودورات عمل تؤهلنا للمزيد، تلقي الضوء على ما غاب عن، صحيح، عيوننا وأبصارنا وأفهامنا. نعم، وتعلمنا أيضا، لأنه الإنسان يتعلم، يعني مثل ما بيقولوا، لذلك دائما نتعلم أشياء جديدة، يعني الآن نتعلم من أبنائنا. سيدتي الكريمة، أعود بعجالة للدكتورة سونيا. دكتورة سونيا، يعني بعد وفاة المشاعر بعد سنوات من الزواج، هل من الممكن
إحياء المشاعر بين الزوجين. نعم، هي في الزواج آيات، ومن آيات الزواج هي هذه العواطف، هذه المشاعر التي تنطلق وتلتهب من جديد مهما باردت ولا مهما تثلجت في الحقيقة. وهذا يكفي في أن تكون في تجمدت جلسات، تقصدين؟ يعني ممكن ولا تجمدت. تدخلات تثلجت. طبعا نحن عندنا هنا عندنا الجو ماطر جدا، وانكسر الاحوال الجويه اللي خلات هذا الخلل يكون في مش مشكل، مش مشكل، تفضلي اذا سيدتي. قلت الجميل في العلاقه الزوجيه انه كل ما كان هذا البرود، كل ما كان التباعد ولا هذا الهجر، كلما عادت من جديد وبقوه وبحراره. لكن فقط نعطيه الفرصه لانفسنا، ولا هذه الازواج يمدوا الفرصه لانفسهم باش يراجعوا مثلا صاحب استشاره ولا شيء، راح يلقى اشياء رائعه جدا. ما فيش حاجه اسمها واحد يبدا حياته ممكن بقصه حب ولا شيء وبعدين يلقى روحه يدخل في حاله من التباعد ولا من هذا الانفصال العاطفي ولا النفسي ولا شيء، وانما كل شيء هو قابل للاصلاح وللاستدراك، خاصه في هذا في مجال العواطف. ويكفي انهم عندهم هذيك الحياه الرائعه اللي هم داروا فيها ابناء، داروا فيها بيت، داروا فيها اكيد في انجازات، فيها ذكريات رائعه جدا. وهذه كما قالت زميلتي والاختي لنا، يعني هي قضيه جلسات، قضيه شيء بسيط ان شاء الله، وتعود المياه لمجاريها. هذا لو الحالة كان في، تعدينا. استاذتي الكريمه، لو كان في ود بين الطرفين و يعني إصرار على استمرارية هذه الحياة الزوجية بكل ما يعني تمر به من معضلات ومن أوقات جميلة، أليس كذلك؟ نعم، أنا في الحقيقة مع الحالة تاع هذا الاستمرار والسعي حثيثا كي تستدرك هذه الحالة من هذا الاضطراب العاطفي إذا شئنا. وأكيد احنا عندنا من أنواع الحب شيء، حب اسمه حب الألفة، يعني الألفة هما يوالفوا بعضهم بالسنين، بالعشرة، مع الأولاد، مع المشاكل، مع فيصير في هذا النوع من الحب. احنا نقدروا إن شاء الله كمستشارين ولا كاجتماعيين ولا ندخلوا في الأمور ونصلحوا. وفيه يعني حالات أنا كنت دخلت، يعني حتى كان عندهم 13 سنة هما في هذا كيف نقولها الطلاق العاطفي، وفي حتى اللي ممكن 18 وشي، ولكن استدركنا ووصلوا لنتائج رائعة جدا. فالأمل لابد أن يبقى أكيد، إلا ربما أستاذة سونيا في بعض الحالات، يعني عندما تكون القضية أكبر من ذلك، يعني عدم الاحترام، ويكون هناك في ألفاظ بذيئة لربما، أو حتى استعمال ضرب إن صح التعبير، العنف الجسدي، هنا تكون المشكلة أكبر. وربما لو أحب الطرفان يعني أن يستمروا في هذه الحياة، لابد من علاج القضية، يعني ليس على المستوى الاجتماعي والتربوي، وإنما أيضا على المستوى الصحي والصحة النفسية، أليس كذلك؟ لأنه أكيد في خلل ما يجب علاجه. في حالات تخدي اختي وجدان، نحن ننصح بها، يعني نفتي بقضيه الطلاق، لانه اذا كان فيه مثلا عنف، واذا كان فيه ضرر، واذا كان فيه هذه الحالة عدم الاحترام وعدم التقدير والاخلال بكل الحقوق مثلا الزوجيه، ولا من طرف الزوجه ولا من طرف الزوج، في قضايا كثيره نحن للاسف نضطر لان نفتي بالطلاق، لكن لا نفتي اكيد باستمرار هذا الطلاق العاطفي، لانه هذا مضر جدا. انا اخشى على الزوجين انفسهم اكثر ما اخشاه نعم. على الاطفال في الحقيقه. نعم. نعم. جزيل الشكر لك دكتوره سونيا وافق، المستشاره التربويه والاستاذه الجامعيه، كنت معنا من الجزائر، من قسنطينه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. والشكر موصول للاستاذه لنا الصمادعي، الناشطه المجتمعيه والداعيه من لندن. رمضان على الابواب، واكيد سوف نتواصل يعني اجراء لقاءات تهم الناس في شهر رمضان الفضيل. جزيل الشكر وتحياتنا الخالصه لك ولكل الضيفات. مشاهدينا اشكر حسن المتابعه، اتمنى ان تكون حصه اليوم قد نالت اعجابكم، قد استفدتم من بعض المعلومات والنصائح المهمه التي تهدف بالنهايه الى بناء أسرة متماسكة وناجحة بإذن الله. جزيل الشكر.